اوكي الان نبدي ناخذ الريسبونس. اوكي فراح ناخذ اول شيء عندنا الستيب ريسبونس. اول شيء راح ناخذ نخليها بالجرين. اول شيء عندنا الستيب تشينج ستيب ريسبونس. خلينا نسميها ريسبونس. شنو قصدي؟ قصدي اف ستيب هنا هسه اف ستيب تشينج if a step change of magnitude A is introduced into a first order system. يعني شنو قصدي؟ انه انت عندك transfer function للفيرست اوردر سيستم اعطيتها step change، راح شو يصير بالريسبونس؟ خلينا نشوف. ف start since عندنا احنا since لانه عندنا the transfer function اللي هنسميها جي اس فور ذا فيرست اوردر سيستم اس. يعني هي لايك ذس، انه جي اس عندنا انه هي جي اس تكون تساوي لنا واي اس، قلنا الاوتبوت على الانبوت اكس اس يساوي لنا 1 اوفر تي tau s plus 1. زين ها معادلة نمبر 1. نقدر نرتبها انه y s يساوي لنا 1 tau s plus 1 مضروب في ال x s. هاي نقول عليها نمبر 1. هسه هنا راح نعطي step change هنا since راح نقول احنا هسه consider راح ناخذ step change. راح يساوي ان الستيب تشينج تذكرون هو الماجنتيود على الاس. فهاي نقول سب انتو كويجن 1. فواي اس راح يصير عندنا 1 اوفر تاو اس بلس 1. في الاكس اس ايش قد راح يصير عندنا؟ اي اوفر اس. قول حتى تطلع الريسبونس لازم ناخذ لابلاس الترانسفر. اوكي نشوف شلون المعادلة تترتب. واي اس يساوي لنا نقدر نقول راح يصير عندنا اي اوفر اس تاو اس بلس 1. اوكي زين ونقدر نكتبها انه الواي اس هنا ماجنتيود يطلع خارج يساوي لنا نقدر نكتبها لايك ذس 1 اوفر اس تاو اس بلس 1. عندنا هذا التيرم حتى نطلع له لابلاس ترانسفورم يراد له شنو؟ نسوي اكسباند باي بارشال فراكشن. هذا التيرم شلون ينحل؟ هسه ما نقدر دايركت ناخذ لابلاس ترانسفورم لان لازم نحل هذا التيرم. فهذا حتى طلع له لابلاس ترانسفورم لازم اسوي له بارشال فراكشن. سو اذا قلنا هاي ايكويجن سي 2 ها ايكويجن 2 نقدر نقول ايكويجن 2 can be expanded by partial fraction. partial fraction يعني شنو؟ تجزئة بالكسور هنا. يعني شلون يصير هذا الترم اللي امامكم اللي هو يقرا واحد اس تاو اس بلس 1 من يجينا هنا نريد نطلع له لابلاس ترانسفورم اول شيء نجزئ نقول هذا شلون يقرا؟ ما طول عندك اس في هذا معناته انه شنو يصير؟ سي 1 على اس زائد سي 2 اوفر شنو؟ تاو اس بلس 1. اوكي؟ هالخطوه. هنا شو نسوي الان؟ يونيفاي الدينومينيترز، يعني شنو؟ نوحد المقامات.
فراح يصير عندنا هنا هذا الترم مالنا ان شاء الله دي منه اس تاو اس بلس 1 هنا نوحد المقامات المقامات هو اس تاو اس بلس 1 this one هذا الترم على الاس يبقى عندي شنو سي 1 مضروب في شنو تاو اس بلس 1 سد القوس بلس هذا الترم هذا الترم على هذا الترم راح يبقى شنو سي تي اس اوكي طبعا اكيد احنا راح ملتبلاي ذس وان وراح نسوي طرفين وسطين بحيث هذا راح يجي هنا راح يصير كالاتي انه 1 سوري هسه بدي اس هنا مو قلنا هذا نجيبه تاو اس بلس 1 ديفايدد اس تاو اس بلس 1 يساوي من هذا الطرف راح يصير سي 1 تاو اس بلس سي 1 بلس سي 2 اس Okay, this one, cancel with this one. هذا الطرف اللي افتح سردي واحد, sorry. طرف هذا سردي وان يساوي انه C1 tau S plus C1 plus C2S. هنا الميثودولوجي راح نستخدمها دائما شنو ناخذ المعامل مال الاس. فنجي هنا راح ناخذ الكوفيجنت of شنو coefficient of s to the zero نعم من الطرف الايسر شنو الكوبي مال s zero s to zero يعني واحد ها ف this one يساوي لنا واحد منه هنا طبعا هذا معناته هنا اكو s zero هذا معناته s zero فاذا هنا شنو راح يصير من هذا الطرف الثاني هذا right راح يصير عندي شنو c one منا راح نحصل انه c one يساوي لنا شنو one زين هسه نجي الكوفيجنت اوف اس تو ذا باور 1 لان كان هذا اللي قبله اس تو ذا باور 0 رايت فيساوي الطرف الهير شنو هنا عندك ماك فاز غانا بي شنو 0 الطرف اللي منا من عندك ذس 1 وذس 1 هذا سدي سي 1 سوري هذا يصير منا عندي C1 تاو اس C1 تاو C1 تاو زائد C2 زين جيد سينس هسه عندك سينس انه C1 هو يساوي واحد صب هنا طب راح نعوض هنا مكان هذا فاذا 0 يساوي انه C1 شنو عندنا واحد في التاو بلس C2 منا انا عندي C2 يساوي لنا شنو؟ ماينس تاو. اوكي. فهسه وين نرجع؟ نرجع هنا، اوكي؟ نرجع هنا. هاي طبعا هي تساوي لنا هاي ذس ون. اوكي؟ واضح؟ فراح يعني هاي اوريدي احنا نقدر نكتبها لايك ذس ذس ون. حتى لو واي اس يساوي لنا اي هي لايك ذس صارت انه C1 اوفر اس plus C2 tau S plus 1 okay. فنجي نعوض هنا فراح شو يصير عندي ف by substituting C1 و C2 معادلة 2 راح شو نحصل اوكي okay. يعني هسه انت حتى تكون قدامك سنس عندك انه هالشكل انه YS صار عندي هنا A وعندي شنو هنا C1 على S right وأدي بلس where is it where is it بلس بلس C2 على تاو S بلس 1 فنعوض C1 والC2 هنا فإذا نقول by substituting C1 and C2 in the above equation we obtain راح نحصل ف y s يساوي لنا a اوكي c1 عندي ايش قد عندي يعني c1 عندي 1 اوكي 1 over s زين هنا عندك شنو c2 minus فاذا هنا minus tau tau s plus 1 هسه الان لازم نوجد لابلاس ترانسفورم اوكي قبل ما نوجد لابلاس ترانسفورم
نقدر نرتب الترم this one. شلون نرتب؟ إنه YS يساوي لنا A 1 over S is minus عامل مشترك اللي هو tau من الأسفل راح يصير عندك S plus 1 over tau. عندي هنا شنو tau؟ ف this one cancel with this one. Okay. So هسه الآن راح يصير عندي YS يساوي لنا A 1 over S minus شنو 1 over S plus 1 over tau. هسه نستخدم التيبل مال اللابلاس ترانسفورم اللي اعطيناكم اياه بالمحاضرات الاولى. اوكي؟ ف 1 over S شنو اللابلاس مالته؟ اوكي؟ 1 over S اللي هي تتذكر انه لابلاس لابلاس للواحد هو 1 over S. فالانفيرس مال هذا راح يطلع لك شنو 1. وعندي ايضا لابلاس لل e to the minus at راح يصير عندي 1 over s plus a. اوكي فنقدر نستفاد من هاي اذا ف by taking شنو the inverse transform. دير بالك inverse transform we obtain. فمن تاخذ هنا ال ys شو تحول عندي yt. اوكي بي كيرفول ال a هنا ال 1 over s ايش قلنا هي 1 عد ماينس هنا عندك شنو راح يصير عندك اكسبونشال الكونستانت شنو عندك 1 over tau هنا 1 over tau مضروبه شنو في التايم ف this one نقدر نقول انه yt فعلا حصلنا انه a هذا عندما y minus t over tau هذا خلي ببالك هذا شو وقت صار عندنا هذا الريسبونس خلي بالاحمر هذا هو الريسبونس لما اعطينا ستيب تشينج للفيرست اوردر سيستم طلع لي هذا الريسبونس هذا الكلام صار شو وقت عندما التايم جريتر ذان زيرو فمن اعطيت ستيب تشينج على الفيرست اوردر سيستم طلع لي هذا الريسبونس اوكي بينما انت من كان عندك التايم ليس ذان زيرو شنو كان عندي الواي تي كان زيرو اصلا اوكي فبي كيرفول So let me check time if I continue or stop here. Okay, let us stop here and then we'll complete.